اهلا بيكم، حلقه جديده من حلقات اراباتش تعليم اللغه الالمانيه. معاكم معاذ. الحلقه دي هنتعلم فيها حاله الاكوزاتيف. انا بصراحه مش بحب اللي يسميها حاله النصب او حاله الرفع او حاله مش عارف ايه، انا احب اسميها حاله الاكوزاتيف زي ما هي، وما نحاولش نقارن باللغه العربيه بالظبط قوي لان في اختلاف في القواعد شويه. خليك معايا. ورجعت لكم، هنشوف دلوقتي ايه هي حالة الاكوزاتيف اللي في الجملة دي. حالة الاكوزاتيف في ناس زي ما قلت لكم بتسموها حالة النصب، بس انتوا عايزين تسموها كده ماشي براحتكم، بس انا نفسي يعني انا انصحكم ان انتوا تسموها حالة الاكوزاتيف بس. يعني الاربع حالات عندنا في اللغة الالمانية حالة النوميناتيف، حالة الاكوزاتيف، حالة داتيف، حالة جينيتيف. دولت الأربع حالات اللي موجودين في اللغة الألمانية زي ما موجود في اللغة العربية مفعول ومضاف إليه و فدول الأربع حالات اللي موجودين في اللغة الألمانية. اختصارات الحالات دي بتتكتب النوميناتيف في القاموس مثلا، أو لو أنت بتشوف أي فيديو تعليمي أو في كتاب مثلا وجلاقيت كلمة نوم NOM، ده اختصار كلمة نوميناتيف أك دات جين وهكذا. الحالات داتيف وجينيتيف دول هنتعلمهم في فيديوهات جاية ان شاء الله، تابعونا على قناة ارابويتش. احنا بعد ما نشوف الحالة دي هتتأكد بالفعل ان انت تعرف اوريدي حالة نوميناتيف، والحالة دي هنركز فيها اكتر على حالة اكوزاتيف. هنشوف دلوقتي ايه الفرق بين حالات النوميناتيف والاكوزاتيف، بس قبل ما ابدأ هقولك على مثال بسيط جدا. انا لما اقولك انا بشرب الشاي ايش ترينك دين تي، انت بتفهم اكيد ان معاذ هو الفاعل مثلا والشاي هو اللي بتشرب، يعني معاذ هو اللي بيشرب مش الشاي هو اللي بيشرب معاذ. بس لما اقول لك مثلا معاذ بيزور فلان، معاذ بيزور بيتر مثلا، فانت محتاج برضو تعرف ان مين اللي بيزور مين، يعني ممكن بيتر يزور معاذ وممكن معاذ يزور بيتر مثلا. يعني فالاكوزاتيف او الفعل بالذات هو اللي بيحدد لنا مين اللي بيزور مين، مين هو الفاعل صاحب الجملة اللي هو حالة النوميناتيف. يعني حالة النوميناتيف اللي احنا تعلمناها قبل كده أداتها der دي das، لو انت ما شفتش الفيديوهات دي شوفها، هتلاقي حالة برضو الأنبشتينتا أرتيكل اللي هو أدوات النكرة der tisch دي tasche das handy وهكذا، حالات أداة المعرفة وأداة النكرة. المعرفة اللي هي der دي das، النكرة اللي هو ein أين أين وهكذا. النوميناتيف بيجي برضو غالبا على شكل ضمير، الضمير دي اللي هي البيرسونال برونومين اتعلمناها برضو في فيديو فات. احنا لما نشوف الضمائر دي اوتوماتيش كده بشكل تلقائي هما كلهم في حالة نوميناتيف، وهنشوف برضو ايه الضمائر دي دلوقتي في حالة الاكوزاتيف. النوميناتيف بنعرفه برضو او بنسأل عليه بكلمة وير للعاقل او كلمة فاس لغير العاقل، وهنشوف ده برضو دلوقتي بأمثلة يعني اوضح شوية. نبدأ دلوقتي بالادوات المعرفة والنكرة في حالة الاكوزاتيف، هي بتبقى بشكل يعني تقريبا نفس الشكل مع حالات النوميناتيف، هو بس في حالة الماسكولين حالة المذكر اللي هي دير بتتقلب لدين، أين في الماسكولين في اللي هو حالة مع دير بتتقلب لأينن. غير كده دي دي داس داس دي دي اللي هو نفس الأدوات بالظبط، مفيش فيها أي تغيير إلا بس حالة الماسكولين. الضمائر الشخصية هنشوف دلوقتي بتتحول إزاي أو بتتحول لإيه. إيش بتتقلب لي مش في الأكوزاتيف، يعني لما اقول لك دو انت بزوخست بتزور مش، دو بزوخست مش انت بتزورني، فانا مش بزور انا بتلقي الزيارة، انا في حالة الاكوزاتيف وانت في حالة النوميناتيف. دو بتبقى لديش، لو انت قلت لحد في اي دولة عربية او في اي مكان انا بتعلم الماني اول حاجة يقولها لك ايش ليبي ديش او ايش لابا ديش زي ما بيقولوا، يعني باللغة الالماني الصحيح طبعا ايش ليبي ديش، ايش انا ليبي ديش انت. ايه اللي هو هو بيتحول لين، نقول لك ايش بزوخه ان انا بزوره،
S. S اللي هو أي كلمة فيها أداة das، مثلا das Kind تقول أنا بزور الطفل، ich besuche es. زي في حالة النومناتيف بتتحول برضو لزي في حالة الأكوزاتيف، مش بتتغير، علشان كده عملتهم باللون الأخضر. uns لما أقول لك ihr أنتم besucht uns، أنتم بتزورونا. ihr بتتحول ل euch لما أقول لك wir نحن، wir besuchen euch إحنا بنزوركم. زي الجمع بتتحول لزي، بتبقى هي هيها، لما أقول لك wir besuchen زي إحنا بنزورهم. وزي اللي هي لحضرتك اللي هي فورمال بتبقى زي برضو اللي هي ما بتتحولش. أقول لك wir besuchen زي إحنا بنزور حضرتك. احنا شفنا الحاجات اللي هي باللون الاخضر دي مش بتتحول خالص، بتبقى هي هياها، نفس شكل النومناتيف هو هو في الاكوزاتيف. حالات السؤال في الاكوزاتيف بتبقى بفين او فاس. لما انا اقول لك مثلا هنا وير بيزوخت، مين اللي بيزور؟ وير بيزوخت او وير است داس، مين ده؟ في الاكوزاتيف اقول لك انت بتزور مين، اقول لك وين بزوخست دو، وين بزوخست دو، انت بتزور مين. فانا لما اقول لك دو يعني انت، اللي هو انت في حالة النومناتيف، انا بسأل على الاكوزاتيف وين بزوخست دو، انا عايز اعرف انت بتزور مين، او فاس كاوفست دو في حالة الاكوزاتيف انت بتشتري ايه. was kaufst du، was هنا السؤال على الاكوزاتيف اللي هي du kaufst مثلا einen Tisch، انت بتشتري ترابيزة. امثلة برضو هنشوفها دلوقتي في حالة النومناتيف، لما اقولك der اللي هو الاداة المذكر، der Tisch ist sauber، الترابيزة نظيفة. ايه اللي نضيف؟ الترابيزة هو اساس الجملة. was ist das؟ ايه ده؟ das ist eine Tafel، دي سبورة. برضو ما دخلش فيها اي اسم تاني يغيرها من نومناتيف لأكوزاتيف، لا هما كده في حالة النومناتيف. wer ist jung؟ مين الشاب؟ ich bin jung. في حالة الأكوزاتيف مثال ich besuche dich، أنا نوميناتيف، ديش أكوزاتيف. أو ich besuche einen Freund، فرويند أداتها دير علشان كده جت einen، ممكن طبعا أقول ich besuche den Freund. المثال اللي بعد كده بيحير ناس كتيرة جدا، في عندنا حاجات زي كتير، يعني في هنا 2 زي 3 زي، بس في النوميناتيف في هنا 1 زي 2 كمان زي، فأصبح عندنا 6 زي، فكله بيتلخبط مع بعضه. اللي انت او اللي انا هقدر انصحك بيه ازاي تفرقهم مع بعض، انت هنا لقيت زي بزوخت هي بتزور، التي دي بتأكد لك ان هي مش الجمع ده ولا حضرتك، ان هي المفرد، ان هي زي بزوخت. وزي دي ممكن تبقى للمفرد هي بتزورها، أو هي بتزورهم، ومش دي لأن دي مش مكتوبة بحرف جروس، مش مكتوبة جروس. فدي حاجات بتلخبط ناس كتيرة جدا في اللغة الألمانية، علشان كده ركز على جروس وكلاين. بداية الجملة دايما جروس، إذا كان هي أو هم أو حضرتك دايما جروس، بس في وسط الجملة زي دي كده لازم تركز على الجروس والكلاين، وتركز برضو على تصريف الأفعال لأن ده بيحدد لك ده مفرد ولا جمع وهكذا. معانا برضو بعض الأمثلة دلوقتي، لما أقول لك der Mann الرجل kauft بيشتري den Stuhl، بيشتري الكرسي. أنا ممكن أقول لك den Stuhl، هو Stuhl هنا في اللغة الألمانية مذكر، er هنا بتبقى للمذكر اللي هو er،
اس للمحايد وزي للمؤنث اللي هو دي. انا قلت إين هنا لان كلمة شتول في اللغة الألمانية مذكر. Das Mädchen البنت kauft die Puppe. البنت بتشتري العروسة. أو ممكن أقول زي، يعني دي بوبا بتعوض عليها هنا الضمير زي. ممكن أقول لك دي das Mädchen kauft زي. Ich kaufe das Auto. أنا بشتري العربية. Es. Ich kaufe es. يعني ممكن أقول ich kaufe das Auto أو ich kaufe es. آخر مثال معانا wir kaufen die Tische. إحنا بنشتري الترابيزات. الترابيزات اللي هي دي Tische. أو ممكن أقول wir kaufen sie. وزي هنا بتبقى للجمع اللي هي دي. wir kaufen sie. باختصار شديد الموضوع مش سهل قوي. لازم تركز طبعا أولا في الفعل. الفعل ده لازم يكون متعدي وبيحتاج أكوزاتيف. وبعدين هنتعلم برضو حروف الجر اللي هي بتطلب أكوزاتيف أوبيكت اللي هو مفعول في حالة الأكوزاتيف. المفعول اللي في الأكوزاتيف ده لازم نعرف الأفعال اللي هي بتحتاجه. مثلا الفعل يأكل إسن، أنا بأكل، لازم يجي بعدها أكوزاتيف. الفعل ليبن يحب، إيش ليبه، بعدها بيجي أكوزاتيف. الفعل كاوفن، الفعل بزوخن، وهكذا. لازم نحفظ الأفعال أو لازم نعرف الأفعال اللي هي بتحتاج أكوزاتيف أوبيكت مفعول في حالة الأكوزاتيف. أو بمعنى أصح مستقبليا هنعرف الأفعال اللي هي بتعمل داتيف أوبيكت وباقي الأفعال كلها بتعمل أو بتطلب أكوزاتيف أوبيكت. أو الفيديوهات اللي جاية هتتعلم منها الداتيف أوبيكت وهتحفظ الليستة اللي هي بتطلب داتيف أوبيكت والأفعال اللي غير كده بتبني عليها أكوزاتيف أوبيكت وأنت مطمن. أتمنى الحلقة تكون فادتك. الحلقة ملخبطة شوية، حاول ترتب أفكارك واحدة واحدة. لو في أسئلة ولا أي حاجة اكتب لي في الكومنتات، ما تترددش وأنا هرد عليك بنفسي. هسيب لك تحت الفيديو دوت في الوصف بتاع الفيديو تمرينات على حالة الأكوزاتيف، اتمرن عليها. أشوفك الحلقات اللي جاية. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتبعت الفيديو ده لأصحابك علشان هم كمان يستفيدوا منه. أشوفك الحلقة الجاية، مع السلامة.